السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وموضوع حلقة اليوم كرسي التخسيس الآمن، وألف مبروك لهدير للعودة للحياة. نبتدي الأول بهدير. أنا ببارك لهدير لعودتها للحياة. يعني إيه عودتها للحياة؟ هدير كلنا كنا هنفقد هدير. هدير راحت اشترت دواء تخسيس اسمه رابت فريك، اسمه رابت فريك. طبعا أدوية التخسيس غير المرخصة المهربة بتحتوي على مادة السيبوترامين إضافة إلى مواد أخرى قاتلة. بمجرد ما هدير خدت الرابت فريك شالوها على الإنعاش. أهلها تواصلوا معايا، الحقنا دكتور محمد، إحنا خدنا دواء كذا. أنا قلت لهم الدواء ده غير مرخص، بسرعة ودوها على عناية مركزة على إنعاش في مستشفى، يتعلق لها محاليل، تاخد حقن ادرينالين او حقن اتروبين، تاخد حقن ديكساميثازون في محلول، يعني تتسعف، تروح مركز سموم تتسعف، لان قلبها يعني يقترب ان هو يتوقف نهائي عن الضرب، واقعت ضغطها هبط، واقعت في الارض. طبعا منتج رابت فريك كلكم خشوا كده على جوجل هتلاقوه، وهتلاقوا نمره الشركه، وانا عملت حلقه مناشدة لوزارة الصحة، وفعلا ربنا كرم هدير وأسعفوها وعادت للحياة. هدير هي وزوجها وأهلها توجهوا لإدارة التفتيش الصيدلاني واشتكوا المكان اللي اشتروا منه صيدلية فيها حد صيدلي أو فيها حد مساعد صيدلي أو فيها دخيل بيبيع الدواء ده بطريقة غير شرعية طبعا، بدون ريسيت، بدون فاتورة. فطبعا إدارة التفتيش الصيدلاني توجهت للمكان وأجرت حملة تفتيش. طبعا الراجل أنكر نهائيا. هدير بقت واقفة قدامه كده، قال لها لا أنا ما أعرفكيش وما بعتلكيش. يبقى إذا إحنا ما ناخدش حاجة غير بريسيت أو بفاتورة، ما نشتريش حاجة أونلاين، خطر على الصحة. والنهاردة أنا ببارك لهدير يعني بشكرها على الإيجابية بتاعتها دي، لأن هدير بكده أنقذت آلاف الناس اللي كانت هتشترك الرابت، اللي كانت هتشتري الرابت فريك ده وتموت. هي كده أنقذتهم. وطبعا اللي حصل مع الشخص اللي باع ده يكفي الحملة اللي نزلت له كده، يكفي البهدلة اللي اتبهدلها. تمام، والف مبروك يا هدير، وانا بشكرك وبشكر زوجك على اللي انتوا عملتوه. طب احنا عايزين كورس تخسيس امن. سهله قوي، سهله جدا. في واحد على التيك توك كده بتاع اعشاب، نم واحد يقول له انا عايز علاج كده، يقول له سهله قوي، روح هات من عند العطار شويه كزبره، روح مش عارف ايه. فاحنا النهارده هنعمل كورس تخسيس امن تماما، مجاز من وزاره الصحه، كل الناس جربته ممتاز جدا، مع اتباع اربع خطوات رئيسيه. البعد عن الاربع سموم البيضاء، سكر ملح دقيق زيوت ودهون مهدرجه. 2 صيام يومين في الاسبوع. 3 مشي في الهواء نص ساعه يوميا. 4 تمرين الجسم باوزان. لازم اتحكم في عدد السعرات اللي داخله. تمام، هنساعد بايه بقى؟ بسليم سيف. سليم سيف اهو، سليم سيف مادة الاورليستات، الشريط ده ب 34 جنيه. كبسولة قبل الوجبات الدسمة، يعني مثلا قول فطار وغدا، والعشاء هيبقى خفيف اهو. سليم سيف كبسولتين يوميا 34 جنيه، مادة الاورليستات. عايز كروميوم وايضا عشبة الجارسينيا، كروماكس اهو، كروماكس كبسولة 3 مرات، قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء. تمام؟ كروماكس، الشريط ب 13.5.
بيساعد في كبح الشهية وأيضا بيعلي الحرق عشان الكروم ينمي فيه. وناخد أيضا الكارنيتين بلس مرتين قبل الأكل بساعة، مرتين الكارنيتين بلس الشريط ب 30 جنيه، الشريط ب 30 جنيه. يبقى إذا التلات منتجات دولت معايا، سليم سيف، كرو ماكس، الكارنيتين عادي أو الكارنيتين بلس. البلس بيبقى فيه زنك مع إيه؟ مع الكارنيتين أهو. ناخد زنك عشان يرفع المناعة ويرفع الهرمون الذكري وأيضا هام للشعر والبشرة، تمام؟ طيب. في بقى واحد سألني أنا عايز حاجة دهان موضعي لتأخير القصف بس يكون حنين لأن أنا ظروفي تعبانة. سهل جدا، سهل جدا جدا جدا. إيه هو؟ زايلو توب جيل 4%. زايلو توب جيل 4% أهو. شو مي ذا برايس؟ اوكي، ذا برايس 5 ايجيبشن لحلوح اهو، 5 ايجيبشن لحلوح، ولا تنسى الايجيبشن شمروخ اهو، زايلو توب 4%، دهان على المقدمه قبل الجماع بساعه ويشطف ساعه الجماع. ايضا في انسه او مدام بتسالني على حاجه للقمل والصئبان، احلى منتج للقمل والصئبان في لايسيد ب 15 جنيه، لايسيد اهو، العيال بتهرش اهو في راسها من الامل اهو، العيال بتهرش في راسها من الامل، حمله القضاء على القمل والصئبان بالمدارس الحكوميه والخاصه اهو اهو، لايسيد سعر العبوة 15 جنيه وكل جنيه ينطح جنيه. الأقوى منه مين بقى؟ الأيفرزين، الأيفرزين، أيفرزين ب 20 جنيه أقوى من لايسيد. هتدهن دهنة زيت كده للولا وبعدين تيجي جايب بونيه والبونيه غلب الكارنيه وتيجي إيه؟ حاطط البونيه على الشعر أهو عشان يكتم، يكتم الايه؟ الجمل، فالجمل يموت، تمام؟ وبعد ساعتين يتشطف الشعر، خلاص؟ استبينا؟ يبقى اتكلمنا في تخسيس، اتكلمنا في تأخير قصف، اتكلمنا في القضاء على القمل والصئبان في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات الحكومية والخاصة وأيضا المصانع، الأمل منتشر، واللي عنده أمل يا جماعة يعني يا ريت يصدر الكميه اللي عنده كلها للامارات، لان الامل بيساعد على كثافه وغزاره الشعر. مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط، بس انا سمعته. فاللي عنده امل ما يضحيش بيه، لان الامل غالي وكل حاجه دلوقتي بتغلى. يعني دلوقتي واحد عنده امل، عنده زبان، يجيب عربيات نقل ويحمل على الامارات، على دبي. فنحن نصدر القمل والصئبان لكل دول العالم. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، على امل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو ميا موري سينيوري، اني احبكم في الله بكل لغات العالم، فردوها علي في التعليقات. السلام عليكم.